صباح الخير. ساعات بعد الخطاب الناري الذي وصف بالناري الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي فجر أكثر من عنوان في هذا الخطاب، وأيام قليلة قبل تحويل الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها، وفي بين هذين العنوانين عناوين كثيرة في بيروت مع نائب بيروت اليوم ضيفي. أهلا وسهلا فيك نائب فؤاد مخزومي، صباح الخير. صباح النور. وطبعا ما بدنا ننسى أنه أول شيء بهذه الحلقة شوي الوقت نحن قربناه بسبب النقل المباشر، تانية ما بدنا ننسى اليوم ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي يلي بعد شوي كمان رح نشوف بنقل مباشر كلمة قصيرة ل فيصل كرامي، أنا فيصل كرامي. لا شك أنه أول شيء بهالفرصة لازم نقول الله يرحمه، رجل كان دائما حلمه يوحد البلد، خطابه جامع مش خطاب مفسر، ونحن بالنسبة لنا هذا شهيد من شهداء الوطن، والله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. وبعتقد كتير مهمة أنه دائما نتذكر شهدائنا اللي ضحوا لمصلحة هالبلد ولعملية وحدة البلد. طيب هلأ رح ننتقل لهيك عناوين عديدة وورا بعدها لحتى نوصل للموازنة. بداية من خطاب السيد نصر الله، استفزك شي الخطاب؟ خطاب السيد نصر الله كان متوقع، لأنه اليوم مثل ما شفنا التوجه بالعالم العربي اليوم هي لترجمة الشراكة الأمريكية الخليجية بالنسبة لعملية حصر إيران. المواجهة العسكرية أنا بعدني بعتبرها أنه أقل الاحتمالات بالمرحلة القادمة، بس واضح أنه هناك تنسيق كامل لعملية الضغط على إيران اقتصاديا وجغرافيا وإعلاميا ودبلوماسيا بشكل أنه جيبوها للطاولة. هذا لا يعني أنه اليوم نحن الحروب تعرفي هي بخطوات بتكون غير محسوبة سلف وخطوات صغيرة، يعني بصفي في أغلاط خلينا نسميها. أنا مني شايف اليوم في نية أبدا لعملية المواجهة العسكرية، بس شيء متوقع لأنه كل الهدف من الاجتماع تبع مكة اللي صار هي عملية محاصرة إيران والضغط على إيران. هون حزب الله بقول لك بس ما نحن اللي سمعناه من كلام السيد انه بس الهدف انه عملية الانكفاء وعملية انه بالاخر نقي عن النفس ما لازم يكون طرف فيها. هون بدنا نشوف لما بيرجع الرئيس الحريري تمام شو صار بهالاجتماع، شو انعطى، لانه دائما امرار ما يسرب الاجتماعات واما القمم هو غير يلي بنقال بالدوائر الصغيرة. بالضبط. هلا خلينا نشوف تيجي. أنا متوقع كان يكون هالخطاب خطاب السيد. هو أتى ردا على القمة الخليجية طبعاً. والقمة العربية طبعاً. بس اليوم ما يعني ما في ازدواجية إذا بدك بالخطابات بين خطاب رئيس الحكومة في قمة مكة وبين خطاب السيد نصر الله. يعني اليوم لبنان بجناحيه، كان بين ساعات بالسعودية ورجعنا شفنا السيد يرد على هذه القمة. هذا ما أول مرة، نحن معودين عليه من اتفاقيات الطائف وجر. يعني نحن دائما في عنا خطاب يلي بالآخر تنشكل فيه الحكومة، تنجمع الكل فيها، ومنهار بعد عملية تشكيل الحكومة بتبلش المشاكل بعملية بسموها هن نوع من وقف الاشتباك، بس فعليا الاشتباك موجود، ما نضحك على حالنا. يعني من اغتيال الرئيس الحريري الله يرحمه من 2005 لليوم ما هالموضوع كلنا عم نشوفه في خطاب، بس صار له فترة إذا بدك رايق، يعني طرفتنا عم نشوف مثل كأنه هدنة ما عملك وقف اشتباك يعني بوقت الحاضر، بس إن بالوقت الحاضر المشكل بعده موجود. وزيارة وزير خارجية أمريكا بومبيو على البلد واللقاءات الغير معلنة، صار في 4 لقاءات أساسية بس لم يعلن عنها، بس طبعا مضمونة صار معروف لأن بلبنان حلاوته ما في شيء مخبى، عرفت كيف؟ لا واضح إنه هالاشتباك لما إجا بومبيو لهون عملية محاولة ترسيم الحدود مع إسرائيل كلها بتصب بنفس الخانة هيدي الموجودة فيها. بقى أنا مني مستغرب إنه يكون في اختلاف بالرؤية، لأنه أنا بعدني لليوم مني مقتنع إنه البيان الوزاري اللي طلع جدي، هي كانت عملية بالآخر عملية خلينا هلا نحط مشاكلنا على جنب تنشكل الحكومة، لأنه الوضع الاقتصادي ما بقى بيحمل إنه يكون في مشاكل سياسية، وبعد ما نفوت على الحكومة نرجع على الجيل متخانق، واللي شفناه هذا بداية الطريق. يعني اليوم واضحة هناك موقفين واضحين مختلفين بالنسبة لداخل لبنان، موقف دولة الرئيس الحريري وموقف سماحة السيد. هلا هل يا ترى إنه واحد أقوى من الثاني؟ لا، لأن نحن بنعرف إنه بالآخر هالبلد شراكي، وهذا شيء ما بيريح، لأنه إذا جايين لمرحلة لعملية الاستقرار ونجيب بالآخر السياحة على البلد ونجيب الفلوس والاستثمارات، أكيد هالكلام هالاختلاف في الرأي حضرتك وصلنا فيه. حضرتك وين من هذا الاشتباك؟ أنا بالنسبة لي إذا كان في عنا اللي نحن ليه أعطينا الثقة المشروطة للحكومة برئاسة الرئيس الحريري، قلنا لح نعطيك 6 شهور، أنا مني مقتنع أنه هالحكومة لح تقدر تقلع، وطبعا الميزانية أهم ما بدنا فيها لحكي فيها بعدين. اليوم أنا شايف أنه اليوم بعده الخطاب
يلي كان متداول كل هالمدة من 2011 لليوم، لأنه اليوم كل شيء عم يصير بالبيان الوزاري بنعمل ريباكجينج، يعني منشيل كلمة منشيل فقرة بس الجوهر بعده نفسه. هالجوهر يلي حطم اشتباك من 2011 لليوم من شايفه اليوم وصلنا لحل أو لاستراتيجية تنوصل لحل. عم بحكي داخلياً. عم بحكي داخلياً. أنا بدي يعني قبل ما أوصل للداخل بهمني اسمع يعني حضرتك شو رأيك من هذا الاشتباك الإقليمي؟ يعني اليوم عم ينحكى إنه السعودية فايدة بصفقة القرن، وأن صفقة القرن صارت على الأبواب، بس إنه يعني بس شوفي أنا بس اليوم هيدا موضوع الساعة إقليميا يعني، وبارح خطاب السيد كان ردا على هذا الحديث ورفضا له. أنا قاعد على عدة مؤسسات دولية، ترايلاترال كوميشن، كونسل أوف فورين ريليشنز، كله هذا الموضوع موضوع القضية الفلسطينية إلا بنتداول فيه نحن من بعد عملية ال 91، يعني لما ابتدينا بهالمواضيع لليوم آخر، يعني هالدفعة الجدية صارت من 91، رح يصلنا 30 سنة يعني بهالموضوع. بس اليوم شوي الحديث صار أكثر إذا بدك على نار حامية خليني أسميها، لأنه في رغبة أمريكية وإرادة أمريكية بتنفيذ هذه بإعلان هذه الصفقة. لا شك، إذا كنت أنا بعتقد بدنا دائما نتذكر إنه القضية الفلسطينية هي جوهر المشاكل بالمنطقة، لا يمكن حلها بالشكل اللي مطروح فيه، يجب أن نصل لحل لأنه ما فينا نكفي بهالموضوع. كل طاقاتنا وثرواتنا ومقدراتنا عم تروح لحرب بالآخر ما حتكون لا رابحة ولا خاسرة، يعني عم تضيع وقتنا خلينا نسميها فيها. أكيد لازم يكون في تسوية، بس ما حدا في يفرض تسوية على الفلسطينيين إذا الفلسطينيين كانوا فعليا شريك أساسي باليوم. وكل شيء نحن عم نسمعه اليوم من القيادات الفلسطينية اللي بتمثل القواعد، يعني مني شايف إنه الموضوع راكب بهالشكل. تاني شيء، القمة كانت كمان رد على عملية صفقة القرن ببعض البنود يلي موجودة فيها. صحيح ما نذكر إلا موضوع القضية الفلسطينية بسطر ونص، بس المداولات اللي سمعناها داخل القمة كانت جدية بهالموضوع. أنا بعتقد منا رايحة الأمور بهالبساطة يلي عم نشوفها نحن. لا شك مثل ما تفضلتي إنه نتنياهو والرئيس الأمريكي جديين بعملية الوصول لحل، لأنه إسرائيل ما بقى فيها تحميها، مش لأنه نحن ما قادرين نحملها، إسرائيل اليوم ما فيها، والبرهان ما عم يقدر يشكل نتنياهو الحكومة وراحت لسبتمبر. إذا كان بدها تصير كان صفقة القرن، لا يمكن أن يكون في صفقة قرن وما في حكومة إسرائيلية رضياني على هالموضوع. من المشاكل يلي ما عم تتركب الحكومة اليوم بإسرائيل هي موضوع صفقة القرن كمان، أنه شو هو توجه إسرائيل ما بعد التسوية. أنا بعتقد هالقمة اللي حتصير بالبحرين بالنسبة لموضوع القضية الفلسطينية لح تكون فعليا، خلينا ننطر ونشوف شو مستوى التمثيل الموجود فيها. إذا كان المستوى أعلى المستويات أنا معك، لكن في جدية فيها، بس إذا كان المستوى التمثيل العربي نمرو 2 خلينا نسميها بالبروتوكولية، أنا بعتقد العملية مطولة وما لازم نشوف فيها. أنا بالنسبة لي لازم تنحل القضية الفلسطينية، بس مش بطريقة الإسرائيلية المفروضة علينا. طبعا التحرك ديفيد ساترفيلد يلي عم يصير بعملية ترسيم الحدود كتير مهم، لبنان يحيد من المواجهة يلي رح تصير فيها. لبنان اليوم نحن عنا نوع من الوقف اقتتال، يعني 1701 وقبل سنة عهدة 49، بس نحن ما عنا اليوم فعليا، في عنا قضايا معلقة. يعني بعض سياسيين لم يطرحوا انه شو بعملنا لبنانية، غريب توقيت هالطرح الموجود الا اذا كان هالسياسيين مرتبطين بصفقة القرن بهالسياق الموجود فيها. ليه انا بدي اتنازل كلبناني عن اي متر اذا ماني مضطر اتنازل عنه؟ يعني اليوم نحن مصلحتنا نراجع كل شيء اراضي عنا وكل شيء فيه اراضي بحريه واملاك لنا، وبعدين بنفوت، ما بنبلش نحن من التنازل وبعدين بنفوت على طاوله الحوار، وهذا كان دائما مشكلتنا بلبنان. انا رايي انه التسويه يجب ان تحصل مش بالطريقه المطروحه، بس ما فينا نضلنا عايشين بهالمرحله هي. طيب بدي انتقل لمواضيع بيروتيه. اليوم في سجال سياسي، يعني قصدك لانه نحن ممثلين بيروت 100%؟ ايه نحن ممثلين بيروت 100%. ايه وانت نائب بيروت الثانيه، ما هيك؟ طبعا. لا قبل ما انتقل لموضوع يعني القريه الرمضانيه واللي صار فيه اشكال بين مع تيار المستقبل حوله، بس بالسياسه اليوم في اتهامات تطال الوزير جبران باسيل بانه يتطاول بين مزدوجين على السنيه السياسيه، وكان في رد للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على هذا الموضوع، وأيضا اللواء عماد عثمان كان من الشخصيات اللي هي يعني موجودة بهذا السجال على اعتبار أنه
نقل عن الوزير باسيل حديث أنه هو يريد إقالة عثمان، وهذا الأمر رفضه تيار المستقبل. وصار في إذا بدك يعني توضيح من المكتب الإعلامي للوزير باسيل، ونفى هذا الكلام جملة وتفصيلا. هل تعتبر اليوم أنه فعلا في سنية سياسية بلبنان وهي قامت على ظهر المارونية السياسية؟ وهل تعتبر، هل ترى بالمشهد السياسي بهذه التسوية اللي راكبة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر أنه في صراع على رؤوس الأجهزة الأمنية؟ إذا نرجع للطائف، اتفاق الطائف كان واضح، هناك بند بيقول يجب إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية بالبلد. وإذا منطلع كمان على اتفاق الطائف بيقول يجب عملية اللامركزية موجودة فيها، عملية شوي شوي نلغي الطائفة المذهبية والطائفية السياسية، ويصفي البلد. ما عم بقول فصل الدين عن الدولة، بس أكيد إنه في مجتمع مدني وفي جهات دينية تتعاطى فيها. لليوم من سنة 92 يعني بعد ما أقرينا مقدم الدستور تبعنا ما صار في شيء. فعليا 27 سنة هذا الجدال موجود. مثل ما قلت لك بموضوع قصة الاختلاف بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للبيانات الوزارية، هذا الموضوع موجود، ما حدا بده يطرحه، لأنه لسوء الحظ شئنا أم أبينا كل طائف اليوم صار في عندها ضباطها، صار في عندها عسكرييها، صار في عندها قضاتها، صار في عندها موصفينا، صار في عندها وزاراتها يلي بتعتبر هذه وزاراتنا. لكن اليوم في إشكال جدي بعملية تكوين شيء اسمه وطن لإلنا الجميع، هذا الواقع. هلا كان بالماضي ما ينحكى فيه، وكان بالهش يعني كل واحد ببيوته بالجلسات الصغيرة ينحكى فيه على انه هيك عم يصير، بس ما حدا طلع، هذه اول مره بتطلع على العلن بهالشكل فيها. بتتقولي لي انه ما في عمليه بالاخر تقوقع طائفي مذهبي؟ لا، في عندنا تقوقع طائفي مذهبي. هل يا ترى في طائفه سنيه بتعتبر حالها مهمشه مقارنه مع الـ مع ال خلينا نقول صعود المارونية؟ ايه في هالشعور موجود فيها، بس انا بعتقد لازم كلياتنا ناخذ خطوه للخلف. هو العكس كان، انه على اساس كان في مارونية سياسية قبل الحرب، اليوم من بعد الحرب ومن بعد اذا بدك تقلص دور المسيحيين او انهزام دور المسيحيين، كان في الطائف يلي هو كرس دور السني بين مزدوجين السنية السياسية، واليوم عم يرجع اذا بدك عم ترجع من 1926 من 1926 لليوم. كل مدة 15 20 سنة في طائفة بتحاول تقول انه انا المعلم تبع البلد، وقس وات وبعد 10 15 سنة بنوصل لمحل انه ما حدا ربحان هذا البلد. مين اليوم برأيك عم بحاول يقول انا معلم البلد؟ أي اليوم طائفة؟ انا ما بعتقد اليوم فعليا المسيطر، نحن اليوم بمرحلة السيطرة الشيعية على 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 الدولة، لا لها علاقة المارونية ولا علاقة سنية. شوفي نحن بعد اتفاق الطائف، نحن من 43 كان في المارونية، بعدين فات المصري على الخط، بعدين فات الأمريكاني على الخط، فات السوري على الخط، فات الفلسطيني. بس من 2011 مشكلتنا أنه تركنا لوحدنا تنتعاطى بين بعضنا، وما قدرنا نوصل لعملية أنه يكون في عنا مرجعية نتفق على بعضها. لا شك بعد اتفاق الطائف كان هناك بالآخر سيطرة سنية بوجود الله يرحمه الرفيق الحريري، 2005 تحولت لسيطرة شيعية. اوكي، هذا الواقع تبعنا نحن اليوم. هلا هل يا ترى هل كل هالمواضيع رح توصل لحل؟ انا بعتقد كلياتها هذه مرحليه، ما في شيء اسمه بالاخر صعود المارونيه وصعود السنيه وصعود. نحن بلد بدنا نعيش مع بعضنا. اليوم حسب القياده الموجوده بيكون الطائفه عم تجرب تاخذ صلاحيات اكثر على حساب الباقي، بس بالنتيجه في عنا دستور. وطالما الدستور موجود ولو نحن نحتكم للدستور كل مره، لا حدا في ياخذ حصه زياده ولا حصه ناقص. بس كمان بنفس الوقت الاتفاق الطائف والدستور لم يطبق. مثلا بنحكي على قصه الفئه الاولى، الفئه الاولى بنقال في المناصفه المسيحيه المسلمه بالتوزيعات يعني المذهبيه الموجوده فيها، بس بالفعل عم نشوف وصلنا اذا بدنا نعين حارس بلدي رح نفوت فيها بالطائفية. هيدا خراب البلد، هيدا رح نوصل فيه. أنا هون بحزن عنه هالكلام اللي عم بسمعه، أنا سمعت الطرفين اللي عم يحكوا فيه. أنا بعتب لبنان لازم نتخطى هالمراحل هاي، ما فينا نضلنا نحكي بهاللغة اللي عم توجود فيها. بعدين بوضع اقتصادي سيء، بمداخيل واطية، بضرائب عالية، وإذا بدنا بالسياسيين يحكوا بهاللغة، نحن عم نقسم الشارع ورح نوصل لعملية مواجهة مش حرب، بس مواجهة عملية احتكاكات يلي ما عندنا مصلحة فيها.
احتكاكات قصدك مع الناس يعني محرومة، طبعا. لا يعني بالأخ احتكاكات مش طائفية؟ يعني بتعتقد انه اصلا الناس بلبنان قادرة انه تخرج من عبئات الطائفية لحتى تحتك مع جماعة السلطة على خلفية مطالبها يعني وحقوقها؟ 54 نائب بجلسة الثقة حكوا على الفساد. ما في رئيس عنا إلا بيحكي على الفساد، ما في وزير ونائب إلا بيحكي على الفساد، لهلا ما لقينا ولا فاسد. أوكي؟ بس كل الأرقام بتفرجي إنه عنا هدر بحدود بين 5 إلى 8 مليار دولار للي اسمه فساد. شو رأيك بموضوع زياد عيتاني هذا على قصة الفساد؟ يعني على يعني على سيرة الفساد ومحاربة الفساد، اليوم زياد عيتاني تم إثبات إنه تم تلفيق له التهمة له، وزياد عيتاني قعد أكثر كم شهر كذا شهر وطلع وحكي عن تعذيب تعرض له، وبعدين طلعوا كل الأطراف بالقصة بريئين. شيء بحزن. من المسؤول؟ يعني شوفي، تنقول نحن بالمجلس النيابي كثير عم ندرس قوانين ومشاريع لإعطاء شفافية واستقلالية للقضاء. أنا من الأشخاص اللي تعرضت بالقضاء بفترة قبل النيابة تبعي، أطراف سياسية ما بيحبوني، ما في شيء ما استعملوه ضدي، مفكرين انه بيقدروا يلزق شيء علي. الحمد لله نحن ما لزق شيء علينا، بس انجرينا للقضاء باطار عمليه تدخلات سياسيه. بقى الكلام انه في تدخل سياسي 100%، انا عشتها، وانا من الاسئله اللي عم حارب عليها هي عمليه تدخل. بتعتقد انه كان في تدخل سياسي بقضيه زياد عيتاني؟ انا طبعا 100%، انا بعتقد. من هون انا بقول بدل ما نفوت اليوم بالجدل، اكيد زياد عيتاني كان مفروض ياخذ حقه بطريقه مختلفه، لانه ما بتصير الامور مثل ما راحت. يعني طالما المحكمه حكمت انه بريء، ما في يكون بكل الاطراف مثل ما تفضلتي بريئه، بمرحله معينه بده يكون في حدا لكان محرك هالملف. اليوم عدم تحريك هالملف لا شك انه في تدخل سياسي فيه. انا هون بقول بدل ما نفوت بجدل مين هو الصح ومين الغلط، نستعمل قضيه زياد عيتاني تنبني عليها فعليا كلنا نشتغل لعمليه وضع استقلاليه للقضاء. رح تطرحها بمجلس النواب عمليه الاستقلاليه للقضاء؟ طبعا 100%. لا قصدي يعني ستسائلون في قضيه زياد عيتاني؟ زياد عيتاني من بيروت. ايه بس انتبهي، يعني ستسائلون انا زياد عيتاني بمجلس النواب انه مين المسؤول؟ انا بعرفه شخصيا زياد عيتاني، واليوم كان عندنا بالقريه الرمضانيه. طيب صعب تقولي لي زياد عيتاني هالشخص هيدا. اوكي إيه؟ بدي اعتذر منك. أيوة، ولا مثل ما قلت لك باول الحلقه بدنا ننتقل مباشره بالذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرم. اذا كنا مع كلمه للنائب فيصل كرامي. بدي اتوقف مع فصل اعلاني قصير وبنرجع لحلقتنا. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي نائب بيروت فؤاد مخزومي. بدي أرجع رحب فيك. كنا يعني قبل ما ننتقل للنائب فيصل كرامي عم نحكي شوي بالمشهد السياسي، بدي انتقل للمشهد البيروتي بشكل خاص. القرية الرمضانية يلي اعتدتوا أنه تعملوها ببيروت، وهلأ كمان طير المستقبل عمل قرية رمضانية هذا العام، وصار في سجال يعني مثل أنه مباراة بين القريتين. اليوم حقيقة لأهل بيروت قديش هن بحاجة لأكثر من قرية رمضانية؟ بس المشروع اللي صار بالملعب البلدي هو فعليا برعاية دولة الرئيس الحريري، هي بتقدم الأرض الملعب من بلدية بيروت، بتقدم فوق ال 200 ألف دولار من بلدية بيروت. أوكي؟ واللي دولة الإمارات مشكورة بسنة التسامح، هن فعليا عم بيقدموا الأكل. بقى فعليا منا طيار المستقبل فوق يعني، بس مشروع متكامل بالبلدية ممول من دولة الإمارات ومن البلدية بملعب البلدي. أوكي؟ طبعا هلأ سياسيا فيك تستفيد منه وتستغلي وين ما كان. أنا بالنسبة لي بالعكس، بما أنه نحن كنا الرائدين بهالموضوع تبع قصة القريات الرمضانية، وحتى لمعلوماتك القرية الرمضانية هذا نحن مسجلينه كاسم يعني بالغرفة التجارة، بس بالعكس بالعمل الخير لازم الكل يقدر إذا بيقدر يستعملوه، لأنه نحن نعتبر حالنا الرائدين بهالموضوع. يلي عم شوفه معظم العالم يلي بتجي على القرية الرمضانية هن عيال مستورة، ما نحن مسمينه الطبقة المتوسطة، بس أنت بتعرفي ما بعد الحرب الأهلية المشؤومة الطبقة المتوسطة نزلت من 60% لتقريبا بحدود 18%. يعني هولي أهلنا وجيراننا يلي فعليا عايشين نحن وياهم، بقى منهم هن عايزين. بس جو رمضان ببيروت، ونحن عند السنة تعرفي بنحب برمضان نقعد ونحكي ونكنكن على بعضنا بالتعبير البيروتي، هيدا كان الهدف منه.
لانه شيء اللي بتشوفيه انه لما بتفوتي على الارض يلي مشكوره دار الفتوى عم تسمح لنا نستعملها، بتحسي تركوا مشاكلهم على الباب وصفوا عايشين الجو يلي هو رمضان هو وراه، جو المحبه والتاخي وكلهم بيمزحوا مع بعضهم، وبنعمل برامج بالاخر تثقيفيه، برامج دينيه رمضانيه ان كان من موالد او من مسرحيات إلى علاقه بالتثقيف الوطني والتربوي. هيدا بتحس العالم كلها مشوف، فوق 1000 شخص بيكون موجود بالأرض كل يوم. امبارحة كان عندنا مثلا كرمنا كل أبطال الرياضة بلبنان، كل الأندية. شي بيكبر قلبه لما بتشوفي هالعالم شو عنا طاقات ويعيب الشوم على هالدولة لما بالآخر ما عم تساندها. هيدا جو رمضان. واليوم اللي شفناه كمان بطرابلس، المملكة العربية السعودية مشكورة كمان عم تعمل شيء بمدينة طرابلس، وهيدا بيكبر القلب. يعني هالنموذج اللي نحن ابتديناه من سنين واضح انه العالم شايفته انه هيدا النموذج الصالح يلي الكل عم يمشوا معه. انا ممنون لانه اليوم فعليا في المملكة العربية السعودية الله يطول بعمرهم، عندك دولة التسامح دولة الامارات العربية ومؤسسة مخزومي، هو اللي عم يشتغلوا فعليا، البقايا عم يجربوا يركبوا على موجة هالمشاريع الموجودة فيها. بس اليوم هذا برمضان، أنا اليوم أهل بيروت اليوم هني وعم يسمعوك وعم يسمعوا كل نواب بيروت وكل المسؤولين اليوم، أنه يعني شو هن المشاريع يلي نواب بيروت بدون يحملوها لأهل بيروت؟ معك حق، هذا كتير مهم، موضوع مهم. أنا بالانتخابات وعدت عدة شغلات، وعدت بموضوع الحرش وبموضوع البيئة والمناطق الخضراء، ومرقنا قانون على هالاساس، مع انه كان في حرب دروس صارت علينا. انا كل شيء كان الهدف من مشروع حمايه حرش بيروت، نحن هيدا المشروع ابتدى من ايام السلطنه العثمانيه 1,250,000 متر، صفى في نوع سياسه القدم، والقدم بمنطقه يلي هي تعرف بمنطقه 9 اللي ممنوع العمار فيها، لا يمكن ان تصير الا بقرار من مجلس الوزراء. يعني فعليا رئيس الوزراء بكل هالسنين كان يقول له للبلديه اعطوه لفلان واعطوه لفلان واسمحوا لفلان وغضوا النظر عن فلان، لانه في شغلات مثلا قهاوي بفتره الانتخابات الماضيه انعطى اذن ينعمل قهاوي على الحرش يلي ما عم بفهمها، هيدا ارضنا نحن البيرتي يعني واللبناني فينا نفوت ونطلع عليها. في عندك ناس عم يستغلوها تجاريا، ويقال انه بالليل هالمحلات عم تتحول لمحلات اهل المنطقه منهم معودين على هالنوع من النمط من العمل فيها. حاولت أنا بكل هالموضوع أحمي مجلس البلدي والمحافظة من التدخل السياسي، كان في نوع من المنعة من مجلس البلدي، بس الله وفقنا وقدرنا نمشي فيه. هلا مجلس البلدي مطنش على عملية إنه تطبيق، لا نحن عنا حق المتابعة ورح نتابع فيها، والغلط مش الغلط مش خليه بقى رح يكون يشتغل فيها، هيدا عملنا واحد فيها. اثنين، وعدنا نحن ببرنامجنا بالعقدنا مع أهلنا ببيروت إن نزيد عامل الاستثمار تنخلي بيرتي أكثر يرجعوا على بلدهم. تصوري بلجنة الأشغال باللجنة الفرعية لموضوع بيسموه الوجهة الخامسة اللي أو الشاحط مثل ما بسموه، كان في قوى سياسية بدها تمنع بيروت انها تستفيد من الطابق الخامس. يا عمي شو عاملين لكم اهل بيروت حتى بالاخر تزعلوا منهم لهالدرجه؟ ما بتقولوا لنا بيروت ام الدنيا وعاصمه الدنيا؟ اذا اليوم نحن عندنا مئات الالوف من البيرتي اضطروا يتركوا بيروت يطلعوا عايشين خارج بيروت، يلي عم يتعاملوا كمواطنين درجه تانية، اذا انا فيي زد لهم 20-30,000 طابق يلي يقدروا يفوتوا فيه على بلدهم وعلى مناطقنا يلي بالاخر المناطق يلي فقيره، ليه عم يكون في محاربة علينا؟ ما بعرف. الرملة البيضاء ما بعرف إذا لك الرملة البيضاء كبرع شيء شيء بيتم هلأ مؤخرا لك غير هيك صار في مشكلة لك عم يطلعوها على محطة التلفزيون شككوا إنه أنا بدي أعطي المسير. أنا زلمي أكبر مشروع صناعي بالعالم بشتغل ب50 بلد، فبرك ب14 بلد بالعالم، وإن شاء الله من هلأ آخر السنة رح يكون ب20 بلد بالعالم، من أمريكا اللاتينية لآسيا لوصولا لأوروبا وكله. يلي شيء بيحزن انه انا كابن بيروت وبيتي بالرمل البيضاء، لما بشوف كانت هالمجارير اللي عم تنزت بالشارع اسالنا السؤال ليه صارت هالموضوع كده؟ طلعت برهن انه مشروع الايدن باي صابب كونكريت ما بعرف بغطى من مين سياسي، بس اكيد كان في غطى سياسي بفتره الانتخابات، انسمح له وصار فيها المي لما عم تفيض عم تصير بالشوارع. قمنا نحن من حصن على بيروت، وبما انه انا إلي علاقه بكل المشاريع اللي انعملت بالماضي من مصانع بعكار اللي سكروا ليها بالزمانات واللي رح نرجع نفتحها ان شاء الله من هلا لمده سنتين، هيدا المشروع قدمنا الانابيب بلاش، والانابيب هي معترف فيها ومقبوله من السي دي ار ومن المشاريع، جايبين لي شركه مهندسه بارقام عم تعمل تصميم بارقام زهيده، بس حاطين مشروع كان بيكلف عشرات ملايين الدولارات تياخذوا هالمي لبرا، وبس بطريقه الديزاين والتصميم كان لازم تعمل جتي، عرفت كيف؟ حتى نحن عملنا مشروع ما يكون في جتي تما نسمع بالمخالفه الزياده اللي ابتدت بالايدن بيه.
قدمنا المكتوب، نامت عليه المجلس البلدي أشهر لأنه ما كان بدهن المخزومة يقدم هدية لبيروت. أخيرا تحت ضغط شعبي وافقوا عليها. أوكي، هلا إلنا ثلاثة أشهر بعتين له مكتوب حبيبي إمتى بدكم تبلشوا تنفذوا وتبعث لكم المسير؟ في عملية صمت كامل يا أخي. ما عم بفهم إذا اليوم هالمجلس البلدي نحن عنا مآخذ على طريقة شغله، ونحن ضد كل الأشياء اللي عم تطلع عنه والمشاريع اللي بطرحها. نعم، حتى بالقضاء اليوم بعد ما نعرف مين اللي صار. يعني أنا عم بحكي عن لحطيك أكثر من واللي فاض فيها. أنا بدي أسأل لجنة الأشغال، في نواب بلجنة الأشغال عنا قدموا نائب ترزيون حكم من يومين. لا لا، غير هيك تقدم دعوة ضد مجهول. طب وين ليه ضد مجهول؟ ما بنعرف مين اللي آخر صبها. شو هالحكي هيدا؟ مظبوط مظبوط. يعني طب هل سيتم، يعني حضرتك كنائب بيروت هلا بغض النظر عن النواب، يعني في عدد من النواب كان عم بتابع وفي عدد من النواب مش عم بتابع، اليوم حضرتك كيف رح تتابع هذه القضية؟ نحن بالنسبة لنا رح ننطر. انا هلا حابعت مكتوب بكرة نهار الاثنين للبلدية اسأل سؤالين. سمعنا بالإعلام انه في مخالفات جديدة عم بتصير بالإيد باي، عم يصفي تعدي على البحر زيادة، عملية استغلال شقفة عم يصبوها كونكريت على اساس تصفي مطعم خارجي. طب ما هذا المطعم ما بده رخصة بلدية، ما بده بالاخر الصحة تكون موجودة فيها. لهلا ما سمعنا. اذا كان مزبوط حابين نعرف شو الموقف تبع البلدية، واحد. واثنين، انا عرضت حتى حل مشكلة المياه الصحة يلي عم تفيد بالشارع. طيب خلصت الشتاء، ما جاي الشتاء بعد كم شهر، شو رح يعملوا فيها؟ لسوء الحظ صفى المجلس البلدي مسيس بيمشي بمشاريع لأنه بتفيد جهة سياسية وبتكون ضد مشاريع اللي ما بتفيدها. سؤالي لك، أنا مقدم لنبيب ببلاش بملايين الدولارات، عم أقدم لك يا ببلاش، يعني لا في عمولات، لا في عملية صرف، لا في عملية هدر ولا عملية شيء، ما بدهم يشتغلوا فيها. السؤال ليه؟ ونحن مكفيين. انتبه، في عندي شغلتين، هذا الموضوع وموضوع الحرش. رح نعمل زيارة ميدانية تنشوف فعليا ونصور هالمخالفات يلي كان مفروض تنشال بحسب القانون يلي صدر من مجلس النواب. بما انه قانون صار مجلس النواب شهر بعد موافقته بالهيئة العامة يلي صارت، يعتبر نافذ بمعزل اذا طلع بالجريدة الرسمية ولا لا. سؤالي للمجلس البلدي، شو رح تعملوا؟ امتى رح نشوف في الاخر تطبيق القانون؟ هيدي عملية الرفض الكامل لمؤسسات الدولة ولا احترام القانون هو يلي وصلنا للخراب والهدر يلي احنا وصلنا له اليوم. رح انتقل لموضوع الموازنة بعد عنا شوية وقت. الموازنة هيها قدامك، شوفي احلاها. انا بس خلينا نشوف اهلنا يا جماعه. 1400 صفحه انعطانا، وصلت لي من نهار السبت نهار الجمعه، ونحن ان شاء الله عنا اول جلسه نهار الاثنين. قبل ما نحكي بهذا الموضوع ال 1400 صفحه الموجوده هون، انا كمان وصلنا نحن شيء اسمه فزلكه الموازنه. رح اعطيك ثلاث شغلات تتشوفي شو راينا نحن بالمواضيع الموجوده فيها. بتبلش بتقول لكن لبنان ليس بلدا مفلسا ولا على طريق الافلاس، خطوه كثير منيحه ونحن اكدين فيها. نحن بلد منا مفلس، نحن بلد منهوب. ما يتضمنه مشروع موازنه 2019 هو ترجمه لهذا السعي، بسعي اول لتخفيض الانفاق ينسجم مع حاجه حقيقه لترشيق القطاع العام وتنظيمه وتوحيده معاييره واحترام معايير التوظيف. طيب احترام معايير التوظيف، لليوم نحن ما قدرنا نعرف كم موظف فات على سنة 2018 سنة الانتخابات يلي بالآخر كان توظيف سياسي. بس امبارح ديوان المحاسبة بخطوة نوعية امبارح كان صدر في تحقيق وفي قرارات هي رح تتاخد بهذا الصدد، ومن بعد ما كان في حديث انه ما رح يصير في شيء وخلص توظفوا وما لا في محاسبة. شو قلي ديوان المحاسبة؟ جماعة جديين بيجوا بيحكوا معنا القضاة، ما في عندك عالم كفاية موظفين قضاة، نوظف عشرات الوف بالقطاعات كلها بديوان المحاسبة ولا كان بالتوظيف، اوكي، ما بالخدمة المدنية، ما عندهم عالم يتابعوا. طب انا مطلوب من ديوان المحاسبة يعطينا قطع الحسابات تبع العشرين سنة، كلهم تبع الاخر ست قضاة. كيف نحن متوقعين منهم يعملوا عجايب منوظف 10,000 واحد بالمحلات الغلط؟ اوكي، اعطيك شغلة تانية كمان، وعدم المساس بالفئات الضعيفة في المجتمع بمواردها ومكتسباتها. زدنا ضريبة الاستيراد، بدنا نزيد على رأس الأرجيلي. يعني أنا بصراحة عم نحكي على مليارات الدولارات بنفوت على رأس أرجيلي 1,000 ليرة. حبيبي رأس يلي ما بيعرف، أنا ما بدخن، بس بعرف إنه الكيلو التمبك بيعمل 60 رأس،
زيدوا على المستورد تبع التمبك 60,000 ليرة بدل ما فوت بالاخر عد كم راس ارجيلي بالاخر موجوده فيها. عم بعطيك انا مني شايفه جدي لحطيك اشياء ثانيه طولي بالك. بس حتى بدول العالم كله بيزيدوا تاكسز على الدخان لانه على راس الارجيلي بزيد على الدخان. راس الارجيلي بزيدها بدي تخليك اذا كان معسل شو بنعمل له؟ ما بنحط عليه عجم يعني؟ معلش. اليوم وبالوصف المعلومه لبلوغ هذا الهدف هو تكميم في تطوير القطاعات المنتجه في الصناعه والزراعه والسياحه والاقتصاد المعرفي. رحنا على سادر بدنا نتدين 11.3 مليار دولار ومن جيبتنا بنحط 17 مليار دولار. ما في فرنك ما في فرنك فايت على السياحة والزراعة. يعني كلها تناقض. من جهة بنقول نحن لازم نخفف استيرادنا ونقوي العمالة عنا، بالآخر ما في فرنك داخل فيها. شو عملوا بالآخر الصناعيين؟ انه بدل ما يفوتوا بالجوهر يلي هو فعليا البروتوكولات اللي مديناها اخر 30 سنة كلها ضد الصناعة. انا اليوم من مصانعي بمصر، انا عندي انا بكل بلاد بما فيها مصر، مصر في ورد للبنان اهوى ما ورد من لبنان لمصر، لانه البروتوكولات يلي مضيتها الحكومات المتعاقبة كانت غلط. اليوم ما بيهمني انا اعمل بروتوكول مع اوروبا. نحن اليوم كنا بالماضي قبل 2011 نصدر بحدود الأربع مليار دولار ونستورد بالأربعتاشر مليار دولار. اليوم بعد ما تسكرت الحدود مع سوريا وإذا ما انفتحت حدود سوريا كمان هذه كارثة بالنسبة للتجارة، لأن نحن معظم صناعاتنا هي مبنية على التصدير، أوكي، اللي هي الأكل والصناعات البناء. اليوم صفينا نستورد فوق 20 مليون رسمي 20 مليار دولار ونصدر تحت 3 مليار دولار حسب موازنة الدولة. طيب 40% من هالاستيراد بيجي من اوروبا يلي ما بتدفع عليه ضريبه. سؤالي لك، بدل ما زيد 2% على عمليه الاستيراد من الخارج يلي انت كمواطن وانا كمواطن بتترجم ب 4% بالتي في اه فعليا بالمصاريف، كيف بنقول نحن ما بدنا ندق بجيبه المواطن الموجود فيها؟ بعدين اين هي الصناعه؟ عم نحكي على صناعه وزراعه. انا كان عندي مصانع بعكار، القوى السياسيه سكرت لي، كان في عندي 1000 موظف. سؤالي لهم، اذا رجعت فتحته وناوي ارجع افتحه، هل سوف يكون هناك تدخل سياسي توقف اهل عكار يلي بالاخر معترين وكل العالم بيقولوا هول المناطق المسلمه المعتره اللي بدنا نساعدها؟ وين هي بالاخر موقف الدوله منها؟ لاعطيكي بعدين شغلات. بعد نجي بنطلع على عملية تراجع الميزانية العامة، بيقول فعليا انه الضريبة الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان خلال عام 2017 حطت على البلد فوائد اللي اضطر هيدا مضطرين نوصل العجز ب 11%. طيب سؤالي ليه عملناها لحتى نعملها؟ بعدين بيقولوا انه من الاسباب يلي هي صار في عنا كلفة التحويلات لصالح البلديات. حبيبي هيدا حق البلديات، شو عم تربحهم اشبيلي؟ انه عم تعطيهم مصرياتهم اللي بحق لهم فيها. نرجع منفوت على موضوع وبقيت الزيادة في الصادرات خجولة. شوف يا حلوة ما حلاها، نحن بالاقتصاد، بالاقتصاد ما في شيء اسمه خجول، في أرقام. بقول لك بالله رسميا إنه نحن 19 مليار دولار نستورد منصدر تحت المليارين دولار، 3 مليار دولار. طيب يا حبيبي إذا كان هذا الموضوع بدل ما أدي أزيد الضرائب بأي بلد بالعالم عندي وضع اقتصادي سيء. بنزل الضريبة، بنزل التفقة، بيجي بالاخر بخلي سيوله بايدين العالم لحتى تفكر فعليا تفتح دكان تبيع فيه سندويشات. ما اذا معي انا 10,000 دولار بحطهم بالبنك تاخذوا عليهم 17%. اي نظام اقتصادي اليوم رح يقدر يضارب مع بالاخر فوائد من البنك ب 10 و11 و12%؟ ليه بدك تاخذ ريسك؟ هون خلينا ننتقل على دور المصارف يلي يعني كمان كان في له حديث كبير بمجلس الوزراء وكان في اشتباك اذا فينا نسميه هيك ما بعرف. طبعا اشتباك بين مين ومين؟ مين القوى السياسية اللي إذا بدك بين الاشتباك بين خلينا نقسمهم لفريقين لأنه في فريق المصارف ومصالح حزب المصارف. هلا صفر حزب المصارف أوكي. القوى الرابعة ما بده هو الخامسة، القوى الرابعة لأنه 51% من دينك العام ماسكوا البنك المركزي، 35% ماسكوا المصارف. اليوم مساهمة المصارف كما وردت في الموازنة كيف؟ يا ستي إذا بنطلع اليوم فعليا إذا بنترجمها الوزير حسن خليل، نعم. علي حسن خليل قال إنه في المصارف ستكتتب ب ورجعنا رحنا على سنة البريز 2 على أيام الرئيس رفيق الحريري عندما اكتتبت المصارف ب 0%، ولكن اليوم قال علي حسن خليل إنه ب 1%. أنا لما طرحت هذا الموضوع من كم شهر قاموا علي المصارف
كنت على محطة تلفزيون تاني وعم بحكي فيها، شو بيقول لي بالآخر؟ بيتصل بنا من اتحاد المصارف انه ما فيك تتعاطى فيها، نحن اللي حافظنا على الاقتصاد. اذا بنطلع فعليا غير راس الأرجيلة وغير انه بالآخر نزيد الضبط على الازاز المفيم وكلياته، يلي الارقام الهبرة موجودة فيها، عندي 562 مليون دولار، 526 مليون دولار، من جهة بنقول له للجيش بدنا اياك تحافظ على حدودنا، بس بالمقابل رح نوقف لك انك تشتري معدات وطلبات ب 526 مليون دولار، تنزل الارقام. هيدي انا اللي شايفها الموازنه، هي عمليه تركيب ارقام، بدنا نوصل لهالرقم، تعال نطرح من هون ونفتح من هون وبنسكر من هون تنطلع الرقم. طيب من جهه نحن بنقول انه ممنوع، انه بدنا نوقف ميزانيه الجيش ب 526 مليون دولار، بس بنسمح بهبه امريكيه 150 مليون دولار، يعني اذا نحن عارفين انه الجيش عايز هالماكينات والمعدات، ليه بالاخر بدي انزل له ملف بهالموضوع؟ بس بكل الاحوال يبدو انه في معارضه لهذه البنود. انا عم بعطيك اليوم الارقام مثل ما هي حاضره. نعم بس انا بحكي عن الجو السياسي، الجو السياسي أنا سيناقش هذه البنود ستناقش. انا بالنسبه لي نهار يلي بدي دق بالجيش ونهار بدي دق بعمليه المواطن، انا ضد الموازنه من هلا. طيب. ماني مستعد امشي فيها. طب اسمح لي معلش هون، يعني منهم من يسمعك تتحدث عن هذا الموضوع يفاجأ قليلا، لانه في انطباع انه حضرتك رجل اعمال وانت رأس مال. ايه تبع راس مالي، وشو يستعملوا تعبير اكثر من هيك. خليني بصطمن انا راس مالي عامل كل مصرياتي من برا ما عامله من الداخل، هذا اهم شيء مشان هيك اللي حق احكي. وعاده الراس ماليين رجال الاعمال راس ماليين بلبنان هن يشجعون على الريع لانه هن اكثر المستفيدين من بين مزوجين اللي حضرتك سميتهم حزب المصارف. يعني انا عم بنقول لك هذا الانطباع يلي هو دائما الناس أنا بتكون اخذته. راس مالي بامتياز ومعي فلوس والله عطاني، بس انا عملت كل فلوسي من خارج لبنان، انا الوحيد اللي لي حق اعطي رايي بكل شيء لاني مني طرف بهالنظام الفاسد. خليني اقول لك شغله، عملنا هندسه ماليه بال2016 لانه كان في عمليه، بتعرفي عمليه تاخير برئاسه انتخاب رئيس الجمهوريه، وال2017 لما احتجز الرئيس الحريري بالسعوديه اللي نحن كنا ضدها، ب 2017 نوفمبر 4 مليار دولار تركوا البلد و3.4 مليار دولار حولوا من ليره لدولار، ما بقى في ثقه بليرتنا اللبنانيه. بالمقابل قبيل حتى فوتنا 12 مليار دولار ونص بواسطه الهندسه الماليه، كلفتنا فوق ال 5 مليار دولار فعليا انا وياكي كمواطنين، اللي ما بيعرفوا يعرفوها. البنوكي بتقول نحن عملنا سنه 2018 من مجموعه مليارين دولار ارباح. طيب انا حافظ على بالاخر ارباح البنوكي يلي هي واطيه عاليه، بس بالاخر الدفعه للضريبه واطيه. كل شيء عم نطلب منهم حبيبي شاركونا، ما عم نقول لكم ما تربحوا، بالعكس بدنا اياكم تربحوا وتكونوا انتم النظام الرأسمالي الاول، بس لا يمكن انا تربح واعمل فلوس ل 25 الف موظف في قطاع المصرفي، ادفع فاتوره ب 4.2 مليون لبناني يلي بالاخر مليون واحد منهم مليون تحت ال 4 دولارات بالنهار دخله، و 300 الف تحت الدولارين ونص دخله بالنهار. إيه ما بتصير القصص هيك بهالطريقه يا جماعه. اين هي العداله الاجتماعيه؟ اليوم نحن ما انتخبونا العالم بس حتى نزقف ونقول نحن موافقين، نحن معارضين لهالموضوع لانه بعتقد بنفهم بالاقتصاد اكثر من ناس كثير موجودين، ما عم نقول نفهم اكثر منهم، نفهم من اكثر كثير ناس موجودين اللي بتشوفيهم باللجان قاعدين عم يفوتوا بالتفاصيل، بس بالنتيجه ما عايشينها. في فرق ما انت يجي واحد يعطيك تقرير مركز دراسات ويقول لك فيها، نحن رأسماليين، نحن تجار نعرف تمام وين المشكل بصير. لما بتيجي انت بتقولي لي بهالمواضيع انا بدي زيد على فاتوره شو اسمه الباسبور وما الباسبور، كل هذا منيح بس بالاخر بعدني عم دق بجيبتك على تيكت السفر. اوكي هلا سؤالي انا لما بيجي بتطلع على البور، وهون في بعض سياسيين بيعتبروا انه مسالتنا للبور هي الى علاقه باداره البور، هون عم بحكي جمارك، معلش عم بحكي جمارك. لما بيجي بنقال سمعنا من الوفد الصيني لما كان انه فعليا ميزان التجاري بينه وبين الصين 4.2 مليار دولار، ولما بيجي السفير الصيني بلجنه العلاقات الخارجيه بيقول لنا ميزان التجاره هو فعليا 150 مليون دولار من لبنان تصدير ونستورد بحدود المليارين وشوي. طيب هيدا بقول 4.2 وهيدا بقول لك 2.2، هل يا ترى في عنا اقتصاد بالاخر اسود، اقتصاد عبر الحدود؟ ايه نعم، عنا 136 معبر فقط بينه وبين سوريا، كم واحد منهم بالاخر الدوله بسلمتهم؟ لما بنيجي نطلع على البور، واحد بيجي بيقول لي حبيبي تقول لك شغله، انت اليوم مزبوط في كتير باليست الشحن بتيجي مزبوطه بيندفع عليها،
بس هل يا ترى المخلص الجمركي بغض النظر عن فتح الكونتينر ونشوف شو في بقلبه؟ عم نسمع قصص كتيرة، ما عم لك عندي معلومات بس عم نسمع قصص كتيرة. إذا هالأرقام مزبوطة، أنا اليوم إذا رحت مسافر وجيت معي من دبي أو من أوروبا تليفون بالآخر ما شارين البلد، تجيني نقطة الكلمة بتقلي شرف لو سمحت نزال على الأجيرو دفع 200 دولار. طيب إذا كان هالكلام صح، نحن حسب دفاترنا حسب ما بنشوف نستورد مليونين تليفون بالسنة. إذا ال 200 دولار يلي وصلنا يعني 400 مليون دولار، ما عم نشوف نحن بموارد الخزينة في 400 مليون دولار على الإلكترونيات. هيدا عم بحكي إذا ما كان في تجارة تاني، لأنه الكلام يلي عم نسمعه إنه هناك هذا البنك الدولي بيقول بحدود بين 10-15% من الاقتصاد اللبناني، يعني بين 5-7 مليار دولار. لكن فعليا الاستيراد يلي عم يجي معقول يكون أكثر من 20 مليار دولار. هون أنا سؤال للموازنة، للموازنة الكريمة لما بتقول فمن حيث النفقات وبالرغم من استمرار إشكالية حجم كتلة الرتب والرواتب والحقات والمنافع الاجتماعية ومعاشات المقاعدين، برزت ضرورة ضبط تقييم هذه الكتلة بحيث تم اقتراح منع التوظيف. حبيبي في مخالفة دستورية صارت بسنة 2017 بنحطها ورانا عم بحقق فيها. مرقت يا ستي، صرنا بنص السنة، صرنا بنص السنة عم نحكي عن موازنة 2019، صرنا بحزيران. مزبوط تخطينا الوقت صحيح، ولكن انه يلي يعني هذا الشيء اللي قاله اساسا ان ابراهيم كنعان قال انه اذا بدهم يشتغلوا شب ما يشتغلوا على الفاضي لانه رح يخلص الوقت. صحيح. بس اليوم انه ديوان المحاسبه لاول مره يبدو انه هو عم يدرس جديا بقرارات جديه ورح يفصل بموضوع القاء المسؤوليه على عدد من المدراء العامين والوزراء، وامبارح كان في حديث عن 3 وزراء ومدير عام. سؤالي لك مسؤول عن هذا التوظيف. اليوم نحن انا كنت قاعد باللجان اللي كان فيها بحث هذا الموضوع. إن كان ديوان المحاسبة أوكي ولا مجلس الخدمة لليوم ما قادرين يعطونا رقم ثابت عن عدد عن عدد الموظفين. واللي عم نسمعه من عدة وزراء إجوا، إن كان من الصحة ولا كانت من العفو من التربية ولا كانت من الأجيرو الاتصالات، بيقولوا لنا بس هذا مطلوبين. طيب سؤالي مين أول شيء التي تتحمل تمام أول شيء مين مسؤوليتها ومين هالمواضيع فيها؟ هيدا السؤال يلي بدنا نسأله كلنا. إذا عملية تبرير إنه شو صار ولا ما صار فيك تلاقي مليون مبرر. طيب رح تمشي الموازنة اليوم، سمعنا عدد من القوى السياسية عندهم ملاحظات عليها، وحتى يمكن فريق الرئيس الجمهورية كان عنده ملاحظات خصوصا على المواد المتعلقة بالجيش، والرئيس بري كمان سمعنا إنه قال لنوابه عن عدد من البنود. يعني يبدو إنه كل القوى السياسية اللي كانت مجتمعة في الحكومة ما اتفقت على كل هذه الموازنة. يعني بدي اعتذر منك هون، شفت بموضوع الكهرباء معظم القوى كانت ضد مشروع الكهرباء، لما انطرح الكل صوت عليه. هيدي رح تمر لانه بالنسبه لنا ما بقى فينا بالشكل. اوريدي ستاندرد اند بور نزلت لنا الريتنج لبي ماينس، صحيح، والعمليه النظره المستقبليه سلبيه، صح. عم نجرب نقول انه نحن لا عم نشتغل دخيلكم ما تعملوا هالقصة. انا خوفي كل هالشيء عم ينعمل هو بالاخر تجميلي مشلتنا اللي حنواجهها 2019 اخر 2019، وان شاء الله الحكومه تكون عندها برنامج لانه حرام شعبنا تضلوا يدفع فاتوره سوء اداره هالملف. رح صوت ضده. طيب شكرا لك على حضورك معنا اليوم بحوار اليوم، وبدي ارجع يعني اعتذر منك على النقل المباشر، بس اوقات كتير صباحيا بيكون مش بعيدنا الموضوع. شكرا على حضورك واهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعه، اللقاء.